مروان حيدر، إنما قبل خلينا نشوف جايين من عاصمة الضباب ليشتروا من عند مروان من لندن، عم بيشوفوه وعم بيتابعوه لمروان. خلينا نشوف سوا. من وين جاي؟ من لندن. اها كيف تعرفت على انا؟ ما بعرف شو عندي مره على الجنينه بتذكر فوق على عند الجنينه عند قزاق الامور. جيت لعندي كذا مره بس اجي بطلع على طول. اكيد ارجع لك اكيد اكيد. اليوم السيستم لامين بتحضروا اجندك اليوم؟ شو لك كان؟ اليوم قلت لنا 25% لفاضل دايم اكيد صح؟ مضبوط 25% بس بلندن بتحضروا؟ شو لك كان؟ على طول نحن نظراني حتى بتوعوا بكير يعني؟ شو لك كان؟ واقصى على 6 الصبح كل يوم. شو الاسم الكريم؟ شربل. شربل. شو بقولوا بلندن عن بيت الزراعة؟ شو عن الخضرة؟ شو الزراعة مفخورة هونيكي كلهم بحبوك عن جد. ثانك يو. إذا من لندن إلى بيروت باع بيت الزراعة، هلأ صار جاهز معنا مروان العوافي. مروان بونجور. مروان بونجور العوافي. بونجور ناتالي. بونجور عبدو. بونجورين. شو عنا جديد؟ تفضل. عنا نهار حلو. يلا رح نبلش بأول سلة، سلة البتنجان الطويل اللي فيها كيلو بتنجان مع فجل بندورة بصل وتوم، سلة الأرنبيط يلي فيها نعنع وبندورة وبطاطا وبصل وثوم. عم نحكي كله قطف طازة وطعمة رائعة. سلة الكيل صح بعشتريه. سلة الكيل مزروعة بمنطقة أنطلياس مع بندورة وخيار وبصل وثوم ونعنع. سلة البتنجان المدعبل مع بقدونس، وأكيد بتنجان المدعبل مع بندورة وبصل وثوم. سلة البيض يلي اليوم رح نعملها بدل 6 8 بيض مع بطاطا وبصل ونعنع، واكيد الناس عم تعرف بيض بلدي 100%، والناس عم تعرف قديه اسعار البيض العادي بالسوق، فهيدا بيض بلدي وثمان بيضات مع البطاطا والبصل والنعنع ب 10000. عندنا سلة اللوبيا البدرية مع ثوم مع بندورة وبصل ونعنع. سلة الفتوش اللي فيها فجل وبقلة وزعتر وبقدونس ونعنع وخيار وبندورة وثوم وبصل. يوم حاطين لي سلة عبده بعيدة عني، ما بعرف كيف بدي طالة. سلة الكوسة للحشي مع بصل وبندورة وبقلة وبصل وبردون وثوم. سلة تومات سوريز اللي فيها 3 بندورة كرزي مع نعنع. هالسلة يلي بعدنا محافظين عليها ب10000، وهيدي سلة الأستاذ عبدو يلي ايه ب10000 كلهم. سلة التبولة، سلة الأستاذ عبدو مع 2 خس مع بقدونس ونعنع وبندورة وبصل وثوم. احنا شو نعطيها للشباب اليوم؟ عندنا سلة ليمون 2 كيلو ليمون ب10000، وبدنا نقول انه عندنا كمان سلة التمر يلي هي بعدها ماشي معنا من وقت رمضان، والناس ما عم تقبل نوقفها، كثير طيبين التمرات، كمان نص كيلو ب10000. بدنا نقول انه صار في عندنا زيت زيتون شغل منطقة دير القمر، يلي بحب ياخذ باللتر بيقدر يجيب معه الألفية تبعيته بنعبي له اياها، واللي بحب ياخذ بالتنكي كمان بيقدر ياخذ، منهم كميات كبيرة يعني. في عندنا ليموناد، وعندنا ليموناد على فريز، هدول شغل بيوت طعمه رائعه، كل اللي عم يجربون عم بحبون كثير. هلا ما عم نعرضهم هون نحن كثير على الستاندات، لانه اليوم يوصل البراد الخصوصي تبعهم بصيروا ينقون دغري من البراد. طعمتهم رائعه. عندنا كمان الزيت زيتون، غير زيت زيتون اللي عم يجيبوا بالجالونات، عندنا زيت زيتون بقنينه كمان نوعيه كثير منيحه. حدا عم يسال اذا صار في اول قطفه، يعني قطفه شجر فستق يعني مطعيم فستق حلبي؟ لا، اخر هالجمعه رح يوصلوا. نعم. بدنا نقول له ميرسي لاستاذ حاتم، هو جايب لنا اياهم. في عنا ورق العنب، هو شغل السنه، نوعيه كثير منيحه، ورقه صغيره ومنا قاسيه، اللي بيحب يجربهم اليوم وصلوا الصبح. وعنا البطيخ، اليوم عنا بطيخ قصينا وحده لانه قصتها على الهواء منا هيني، بس حجرب ارجع قصها.
ريحتها بتشهي، نوعيه رائعه. مش عم نشم يعني، نحن لازم ندوق يا مروان، عشان هيك بدكم تشوفوا مروان بعدين بفترات لاحقه كيف عم يحمل البطيخ وبيدخله للمحل باي طريقه، بالون هو. بس كمان رح نشوف شو بيقولوا على البطيخ. هلا هون خليك دقيقه معنا مروان، ما تقص قبل ما نشوف البطيخ. سعرناها. اوكي يا تفضل. شباب خير. البطيخ لا لا بدنا نحضر الفيديو. رح نشوف الفيديو والبطيخ. يلا لكن رح ننزل البطيخه عن ايدي هيك بسمعكم شو بتقولوا لي. صباحو صباحو، كيف شباب؟ احلى عالم انت. يا بليش يا بليش يا بليش عرب. ايوه عملت الضجه بانطلياس اليوم، عامل زيت الضجه، شو بدنا نقول للبلديه؟ بدنا نقول لهم يعطيهم الف عافيه عن جد. رئيس بلديتنا الشيخ إلي أبو جودة على سلامة عينه، وشباب البلدية، كمان رئيس الشرطة أستاذ إلي سلامة، بنقول له ميرسي كتير، وميرسي لكل شرطة البلدية اللي عم تتحملنا، بنقول لهم يعطيهم العافية. بنوعدهم بنعمل، ما راح نكتر كتير العجقات، نعمل يوم إيه يوم لا، هيك ما بنزعجهم كتير. لشرطة البلدية بنقول لهم ميرسي كتير ويعطيهم ألف 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 عافية. حدا عم بيسأل عنده شجرة رمان مليانة من ومدفقة شو بيعمل؟ بيجي عليها من اسود، بده يرشها كل خمس ايام مره على ثلاث اربع مرات. اي صيدليه زراعيه بيقدر يتوجه لها بيطلب من عنده دواء للمن الاسود، او اذا بحب يجي لعنا كمان اهلا وسهلا فيه، بنعطيه دواء وبنشرح له كيف يرش. الرماني بيجي عليه المن الاسود بعدين بصير يعمل دبق، مشان هيك بده يرش ورا بعضهم على ثلاث اربع مرات لحتى في اشخاص عم بيسالوا عندهم يعني اشغال عم بيقوموا فيها من منتوجات، يتوجهوا لعند مروان على بيت الزراعه حتى يتم فحص هذه المواد والتاكد انه بجوده منيحه مثل العاده، وهو بيتفق معهم بهذا الموضوع. تفضل مروان. انا عم جرب قصه للبطيخه. نص لك نص على الاستوديو. يمكن سمعتوا الفقشه تبعها. هيدا البطيخ، هذيك المره ريتا او نتالي قالوا لي على السكين يا بطيخ. انا اول مره بمسك البطيخه هيك وبنقصها. هلا بس في تقدم صراحه، اول مره كنت حامل سكينه صغيره، اليوم كبر سكينه. كبر سكينه بس انه كيف بتكب البطيخه؟ فشلون كيف بتكب البطيخه بس تحملها؟ هيك كبينا البطيخه على الشاب امبارح مثل طابه الباسكت، كان كثرت علينا، فبنقول له ما يواخذنا. تعلمنا. لا في فرق بين طابه الباسكت والبطيخه. ما كنت عارف مشت وكبيتها هيك. قلت لنا زمان ما لعبنا باسكت، كبينا هيك للزلمه، كان روح حاله. نحن ما قصد 3 بوان كانت بدنا. صوت الهدف هيدا المهم. توفى مظبوط. بس منيح اللي سلقاها لانه كان رح يطلع علي على البيك اب يعني عشوائي عصب. شو بعد عندنا مروان؟ انه اليوم كيلو البطيخ ب 1005، نوعيه يمين الشيل قطف امبارح استخدمناه هون، واللي بحب يريح البطيخه يومين ثلاثه قبل ما يقصها ببيته كمان كثير منيح لانه قطف جديد، ومثل ما شفنا فتحنا هلا كمان نوعية كتير منيحة. بدي أذكر بس كمان أنه في عنا الكشك، عنا الزعتر، عنا كل مربى الفراز، المكدوس، كل هالمنتوجات موجودة عنا هون، وفي عنا القطران يلي مثل ما ذكرت دايما عم بذكر هلأ أيام أفاعي كتير، وما بقدر خبرك شو بيعطولي فيديوهات أو ناس عم تركض ترش بيوتها هلأ فوعة الأفاعي، فوعة الحية. كمان عنا القطران يلي هو شغل لبنان، شغل بيو أورجانيك، بنقول لهم يعطيهم ألف عافية، إنتاج لبناني، نوعية رائعة. هيدا كيلو 100 جرام بينحط بفناجين كرتون صغيره، بيتوزع كل مترين كرتونه، كل مترين فنجان صغير داير من دار البيت، هيك بنطمن بالنا على الافاعي، وبيضاين شهر وجمعه يلي هو رائع. نعم. تريت القطران بيجي اقل كميه وما بيضاين هالقد، هذا شغل لبنان، بنقول لهم يعطيهم الف عافيه، واكيد إلى جانب الفحم بده يعمل باربيكيو. عندنا فحم كمان شغل لبنان، شغل بيو اورجانيك، كمان نوعيه رائعه،
ما بدخن اربع ساعات بالشوي وما فيه ابدا مواد سامه، صح؟ ما فيه مواد سامه يلي بتاكل الاشياء اللي عم تشوي عليها بالطبيعه، ما بدخن. اهم شيء هالمنتوجات الموجوده عنا، عن جد ما بقدر خبرك ريحه البطيخ شو طيبه. نحن جاهزين، اكيد بيت الزراعه جاهز تيخدم الجميع، بنقول لهم اهلا وسهلا فيكم وان شاء الله نهاركم سعيد. مرسي لك مروان، بنذكركم البطيخ اليوم ب 1005 عند مروان، تفضلوا وسلب 10000 مثل العادي، بدكم تستلموها من عنده، فيكم تتواصلوا معه وتحجزوا قبل ما توصلوا اذا قدر الرد على التليفون مثل العادي. هل بدي اقول لك ايه؟ اذا قدر الرد، لانه الضغط كثير كبير، انتم حظكم اليوم. شكرا لك مروان، يومك مبارك، يعطيك الف عافيه. مرسي لك مروان حيدر.